يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت لا أجيد اللغة العربية فهل أرقي مريضي بترجمة معاني الأدعية المشروعة في الرقى؟ لا بأس بذلك. إذا كنت لا تجيد اللغة العربية تدعو بلسانك، تدعو الله بلسانك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بشرط أن تحسن الترجمة، النقل اللغة، نقل الكلام العربي إلى الكلام إلى لغتك، تتقن هذا وتعرفه ولا تغير فيه. نعم.